يا حبيبتي مش عارفين نعدي مش نسوي. بعد 8 أيام من قيام السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري، كثيرا من فقد الفرصة خلال فتح المعبر، وعدد ممن حالفهم الحظ استطاعوا اجتياز الحدود للسفر خارج البلاد. الحاجة أم سعيد التي تنتظر فتح المعبر منذ أشهر طويلة لم تنجح حتى الآن في الوصول للصالة المصرية كي تلتقي وابنتها المريضة المقيمة في شمال سيناء. جيت أول امبارح، جيت أول امبارح من الساعة 6، طلع الاسم قال لا ما طلعش، رحنا جيت ثاني يوم لو بقول اسمك طلع، جيت هنا ما طلعناش برضك. ووسط الأوضاع الإنسانية الصعبة تزداد القسوة على المسافرين بحلول شهر الصيام وحر الصيف، إلا أن ذلك لم يمنع ممن يحملون الجنسية المصرية من أصول فلسطينية أن يأتوا للمعبر ويجربوا إمكانية الدخول والسفر. المشكلة أنه الأعداد اللي بتسافر كل يوم يعني تقريبا في حدود من 500 إلى 600 أو 650 شخص، هذه أعداد غير كافية. السفر على معبر رفح أيضا فتح المجال للمسافرين العائدين من مصر ودول أخرى لمن هم مقيمين في غزة، ولكن المصاعب المتوقعة قد يخوضونها في حال أغلق عليهم المعبر وهم داخل غزة. بكذب إذا بقول مش مشكلة أو مش راح تكون مشكلة راح أواجهها، راح أعان كتير قبل ما أطلع وأرجع على جامعتي أكمل دراسة لأنه دائما المعابر مسكرة. حراك اقتصادي وحالات مرور لذوي الاحتياج الماس للسفر كان في الأيام الماضية غير كاف.